سلام البنات، اليوم درت سلطه نتمنى تعجبكم. درتها بالروز اللي سلقته، معاه طون والمايس وخيسو، وكنديروا المايونيز وكنغطيو بالفرماج كاري، رشيت بالبافو كتزيين. غادي نغطيو البلاطو ديالنا بالخس، وغادي ناخد اناناس نقسمها على جوج، غادي نعمرها باناناس ونزين بلافوكا من الفوق، وغادي ندير داند فيمي كتزين من الفوق، والخيار مدور بحال هكذا. وغادي ناخد الخضره ديالي اللي ديجا فورتها او لا تقدروا تسلقوها. بالنسبه للبطاطا شرملتها مع البصله والربيع، وصافي كتزينوا بالذوق ديالكم. وزدت سوريمي وطوماط سوريز او مطيشه صغيره من الفوق كتزيين، والبيض السمان. نتمنى الصلاة ديال اليوم صلاة العرادة تكون عجباتكم، ما تنسونيش. سلام البنات، اليوم درت صلاة نتمنى تعجبكم. درتها بالروز اللي سلقته، معاه طون والمايس وخيسو، وكنديروا المايونيز وكنغطيو بالفروماج كاري، رشيت بالبافو كتزيين. غادي نغطيو البلاطو ديالنا بالخس، وغادي ناخد اناناس نقسمها على جوج، غادي نعمرها باناناس ونزين بلافوكا من الفوق، وغادي ندير داند فيمي كتزين من الفوق، والخيار مدور بحال هكذا. وغادي ناخد الخضره ديالي اللي ديجا فورتها او لا تقدروا تسلقوها. بالنسبه للبطاطا شرملتها مع البصله والربيع، وصافي كتزينوا بالذوق ديالكم. وزدت سوريمي وطوماط سوريز او مطيشه صغيره من الفوق كتزيين، والبيض السمان. نتمنى الصلاه ديال اليوم صلاه العراده تكون عجباتكم، ما تنسونيش.